La Marmara, ça n'a jamais été un grand diplomate, la Marmara. C'est un petit fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, c'est un vrai khobziste. Il n'a jamais. شوفوا, فهمكم حاجة, وش هي la diplomatie? La diplomatie, يا جماعة, ou la. سميوها سيدي الحنكة. الحنكة الدبلوماسية هذه. أي ما تجيش من الفراغ. السند نتاع وزارة الخارجية أو القوة نتاع وزير الخارجية أو تاع وزارة الخارجية منبثقة ديريكتومون عن المؤسسات الأمنية تاع بلاده، وخاصة على مؤسسة المخابرات، لأن العلاقات الخارجية بين الدول تقتضي أن العلاقات تكون مسنودة إلى معلومات أو تستند إلى معلومات. ما كانش لا روس ديبلوماتيك مدام راتيبا خبزين. فهمك حاجه علاش ما كانش؟ باسكو دركا ولاو سي فو فولي لي مينيستير او نيفو في الخارج هذا الناس ولاو يخدموا بلي زاناليست. لي زاناليست هادو من مختلف الاختصاصات، عندهم حاملين شهادات جامعيه عليا في التاريخ، في الجغرافيا، في اللغه، في لابسيكولوجي، في لابسيكاتري، في كاع. دونك ما تقدرش سي دي زاناليست، سي دي رابور، سي دي ما تقدرش. واش هي تبقى القوة تاع وزير الخارجية كي يقعد مع دولة أخرى؟ هي قوة المعلومات اللي عنده، أو القوة تاع بلاده من الناحية العسكرية أو في المنطقة نتاعها، أو القوة الضاغطة تاع بلاده في المنطقة نتاعها، ولا الوزن نتاعها في العالم. مثلا غدوة الجزائر، قال ندو على سبيل المثال، قال الجزائر مثلا عندها دي انفستيسمون في لافريك، ما على باليش قاعدين نديروا في اوتوروت بين الجزائر و شيبانا نيجيريا، ونفتحوا في ان شومان دفار رابيد يدير الجزائر شيبانا القاهره، وما على باليش عندنا دي رافينري وسوناطراك تحوس على البترول في نيجيريا وفي الغاز. غدواوي وزير الخارجيه تاعك يولي عنده ثقل في المنطقة هذه. علاش؟ لأنه كاين ديزانفستيسمون، كاين علاقات، الجزائر تقدر تعمل ضغوطات، والله الجزائر مسلفة دراهم للدول هذه، تجيب وزير خارجية داب بالودنين، يصرا امبورتون، ويعيطوا له سيدي علاه؟ إيه، يشوفوا شكون وراه. والله قال الجزائر مثلا Elle est très impliquée dans la lutte antiterroriste en Afrique. C'est un fer de lance de la lutte. Elle maîtrise. Bien sûr, vous êtes le Kharijia qui dit que le mafia l'Afrique, l'Afrique se dit Amin. Donc, moi, je suis un خلاص. حنا تحت الاستعمار، حنا الاستعمار اللي قرروا يديسيدي هادو سي دي كوميديان، سي دي بونتان. لا بروف اللي طيشوه للزبل اللي يروح للزباله، يعاودوا يجيبوه من الزباله يدخلوه لا ماشين لافي يجي يدخل. طرحوا على نفوسكم، هل النظام تغير في الجزائر؟ هل الجزائر تغيرت الأوضاع؟ هل تحسنت؟ رايحة من الأسوأ للأسوأ، لأن النظام ما تغيرش. النظام تخلع لما اللي تسميوه الحراك ناض، ومن بعد عاود وقف على رجليه. علاه؟ بالخونة، بالخونة اللي خانوا، اللي خانوا السذاجة السياسية تاع الشعب. وي بورا ديزاين، الشعب يسكت باسكو الشعب ما عادش عنده ريبير، ما عادش يشوف، يقول لك نسلك برك نمنع. قالوها ناس قبلنا، قالوها دي شارشور، قالوها دي سوسيولوج، قالها ابن خلدون، قالها الناس على دين ملوكهم. كي يقبلوا الملك ولا يقبلوا ملك تاع جماعة عليهم خلاص. الشعب تاعنا قبل الباسك ما عندوش حل واحد اخر. الناس اللي دار ثقه فيهم غلطوه، داوه للهاويه، مشوها عامين باطل، مشوها عامين باطل. دار فيهم ثقه، قالوا له ما كانش ممثلين حتى يتنحاو كاع. جامي سمعت اون فراز ديبيل كيما هذه. بصح قالوها ناس كان يسمع لهم في القنوات يهضروا ويقيلوا يدوروا في البلاطوهات نتاع لا تيلي، معارضين كبار سيدي تشي كيفارا وصحابه يغلطوه. سي نورمال الشعب يسكت يولي يخمم على مصلحته برك. سي نورمال، سي نورمال. كي تشوفوا دي زيتيديون توما
اللي هما نورمالمون الروح الانرجي الموتور نتاع بلاد سي لي ستوديون تاعها. داير في الموضوع هذا بعد نقول لكم على حاجه بار اكزومبل اللي كانت في الامريكان اي سي تال كي ا بيرمي افان من الحوايج اللي خلاو الامريكان يكون دوله عظمى. من الجامعات انطلقت جامعه تاعنا حنا تسمع دي ستوديون خارجين من الجامعه يقول لك الله اكبر امير ديزات صحفي حر. كي يعود واحد كيما امير ديزات صحفي حر انت الجامعي واش تكون؟ ان يونيفرسيتير يتبع انا بريتي انا الفابت ما فريمون انا الفابت. شي مشقلب هذا. واش تحبوا الشعب يدير كي يعود الطالب الجامعي اصلا ما فهم في ربها بولون؟ سي نورمال الشعب يسكت. سي نورمال كي تروحوا تشوفوا الاساتذه الجامعيين عندكم 10% فالابل 10% ريكوبيرابل 80% ما يسوى واش سنتيم. لا بروف وزير التجاره تاعكم يقول له الفراك قري في الجامعه. دونك alors que هضرناها في اللايف اللي فات وين هما لي ستوديون تاع السبعينات اللي كانوا نورمالمون يكونوا هما القيادات نتاع البلاد هما اللي بلانيفيو هذا الديفلوبمون تاعها وراحوا صون. سي سا البروبليم. مثلا كاين ان كيسيون شابة بوزها واحد قال لي كاين وحده بالعربيه تنقراها تاع سامي دوك قال لي كيفاش لا ديزيونيون تاع لو بابل الجزائري. لازم اولا الشعب الجزائري يقنع بانه شعب واحد مصلحه واحده مشاكل نفسها من الشرق للغرب الى اقصى الجنوب يقنع. ثانيا شعب بدون هويه ما عندوش مستقبل. لازم الشعب الجزائري يقنع بالاصول الحقيقيه تاعو يبركه من الكذب. نحن امازيغ نحن في وسط الامه الامازيغيه نحن نميت. لازم يقنع بها لانه هذه هي اللي مسطره في الارض وفي الحجره تاعو في الارض نتاعو ما كاش حاجه اخرى. ما نشعر العرب في حد ذاتهم تاع شبه الجزيره لابينسيو العربيك تاع شبه الجزيره هما بعد خلصوا ما كانش نصهم هنود بوليسيه ما عندهمش جايبينهم من الهند